أوكرانيا تحركت بسرعة كبيرة للغاية تجاه أوروبا، وذلك من أجل الحصول على أسلحة هجومية من أجل فتح النار على روسيا، وقد يكون فتح النار أيضا على العنق الروسي إن اضطروا لذلك. وهذا كله جاء من خلال تحركات مباشرة من الرئيس الأوكراني بنفسه فلاديمير زيلنسكي، الذي ذهب مباشرة يوم أمس إلى بريطانيا واستقبله رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بهذا الشكل. التقى كذلك بالملك تشارلز الثالث، وبعد ذلك ظهر مع رئيس الوزراء البريطاني مرة أخرى في هذا المؤتمر الصحفي، وخلفهم طبعا دبابة التشالنجر 2 البريطانية التي ستلعب أدوارا مهمة في الحرب الروسية الأوكرانية في الفترة القادمة. ذهبوا أيضا لزيارة وزارة زيلنسكي مع رئيس الوزراء البريطاني الجنود الأوكرانيين الذين يتدربون داخل الأراضي البريطانية على استخدام هذه الدبابة، وهي دبابة التشالنجر البريطانية طبعا. وتم الإعلان أيضا بأن هذه الدبابة ستدخل الشهر القادم على الأراضي الأوكرانية لكي يواجهوا طبعا الروس بهذه الدبابات المهمة للغاية، والتي من الممكن أن تلعب أدوارا كبيرة. ولكن الأكبر من ذلك طبعا، تم الإعلان مباشرة بهذا الشكل من رئيس الوزراء البريطاني بأنهم سيوفرون كبريطانيا لأوكرانيا أسلحة بعيدة المدى، وهي أسلحة تعتبر هجومية، ومنها تأتي طبعا الصواريخ، وهي تفتح الباب لأوكرانيا لكي تفتح النار، تفتح السيناريوهات بالصواريخ البريطانية على روسيا إن فكرت روسيا في القيام بهجوم كبير. كمان تتحدث الكثير من المعلومات بأن هنالك هجوما كبيرا قادما، وطبعا هذا يأتي من بريطانيا التحرك بعد أيام قليلة، كما شهدنا نهاية الشهر الماضي في 31 من يناير. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أقرت حزمة بملياري دولار، ومن ضمنها أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا لكي تستخدمها في هذه الحرب، وبالتالي تبدو أوكرانيا في موقف قوي. ولكن ما هو أكبر من ذلك وما غادر من أجله الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي هو عملية الطائرات الحربية والطائرات المقاتلة، فظهر بهذا الشكل في قصر ويستمنستر في لندن أمام البرلمان البريطاني، وقام بإهداء خوذة لأحد أفضل الطيارين الأوكرانيين على الإطلاق للبرلمان البريطاني، وفيها رسالة وفيها توقيع هذا الطيار طبعا، وطلب مباشر من الرئيس زيلنسكي ومن هذا الطيار ومن الأوكرانيين بأننا نريد منكم أيها البريطانيون أن تقدموا لنا الطائرات الحربية لكي ندافع عن أنفسنا. وفعلا جاءت المعلومات من بوليتيكو بهذا الشكل بأن هنالك عمليات تدريب من قبل الأوكرانيين، حتى رئيس الوزراء البريطاني تحدث عن هذه المسألة بأن البريطانيين بدأوا يدربون الطيارين الأوكرانيين على الطائرات البريطانية الحربية التي تأتي من ضمن المواصفات حلف الناتو وطائرات حلف الناتو بشكل عام. ولكن الأمر يحتاج إلى القليل من الوقت، لأن هذه الطائرات نوعا ما معقدة على مستوى التدريب، ومعقدة حتى على مستوى الاستخدام، وكذلك على مستوى الصيانة، لأنهم سيسلمونهم هذه الطائرات ولن يتدخل البريطانيين أو الأوروبيين في هذه القضية، ولكن هنالك انفتاح بريطاني لإدخال هذه الطائرات مباشرة لأوكرانيا لكي تستخدمها أوكرانيا ضد روسيا. وهذا طبعا الأمر استفز الروس كثيرا، إلى درجة إن السفارة الروسية في لندن أصدرت بيانا حول هذه المسألة، وبيان غاضب للغاية، وقالوا الآتي: في حال تم إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا فستكون هنالك عواقب عسكرية وسياسية على القارة الأوروبية والعالم بأسره، تهديد خطير من روسيا تجاه مسألة الطائرات. واضح جدا بأنها خط أحمر بالنسبة لروسيا. ولكن زيلنسكي استمر في رحلته طبعا، وغادر طبعا بريطانيا، ذهب إلى فرنسا، استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر فجأة المستشار الألماني أولاف شولتز، وكان هنالك اجتماعا بين هذه الأطراف. وطبعا صحيفة بيلد الألمانية كانت قد تحدثت بأن زيلنسكي طلب مباشرة من الرئيسين، طلب من المستشار الألماني ومن الرئيس الفرنسي أن يزودونه ويزودون أوكرانيا بالأسلحة بعيدة المدى، بالصواريخ بعيدة المدى، وكذلك الطائرات الحربية. وعندما كان هنالك بريس كونفرنس أو مؤتمر صحفي لهذه القمة الثلاثية المهمة، وسألوا الصحفيين طبعا الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني حول مسألة الطائرات الحربية، كانوا نوعا ما مترددين. الرئيس الفرنسي نوعا ما منفتح على هذه القضية بحسب العديد من التسريبات التي جاءت من عدد من الصحف، ولكن
المستشار الألماني نوعا ما متشدد في هذه القضية، ونوعا ما يجد بأن هنالك خطرا نوعا ما في مسألة الطائرات وإدخالها. هنالك أسباب بالنسبة للمستشار الألماني وعدد من الدول الأوروبية أن تتراجع نوعا ما، أن تكون حذرة في مسألة تزويد أوكرانيا بالطائرات الحربية، ليس فقط بسبب التحذير الروسي الذي صدر من السفارة الروسية الموجودة في لندن بعد صدور هذه الأنباء، ولكن أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن سبق وأن سئل عن هذه المسألة عن إدخال طائرات F-16 وأجاب بصراحة بلا، لن نرسل أي طائرات لأوكرانيا في هذه الحرب، بالتالي الولايات المتحدة لن تكون في هذه القضية. أيضا في نفس الوقت أن عملية إرسال الطائرات أيضا الحربية من الناتو إلى أوكرانيا سيسبب مشكلة كبيرة، بأن روسيا من الممكن أن تأخذ هذه المسألة ذريعة وستقول بأن الدبابات، الأسلحة، الصواريخ، الطائرات كلها الخاصة بحلف الناتو كلها أصبحت في داخل أوكرانيا، لم يعد هنالك سلاحا واحدا من الناتو لم يدخل إلى الداخل الأوكراني، وأوكرانيا حتى هذه اللحظة رغم أنها فقط مرشح لكي تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي إلا أنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، ليست عضوا في حلف الناتو. وعلى هذا الأساس يا حلف الناتو ويا أوروبا، أنتم لا تريدون لأوكرانيا أن تكون نقطة محايدة بيننا وبينكم، وعلى هذا الأساس تريد روسيا طبعا أن تصعد، بالإضافة إلى ذلك أن هذه الطائرات ستعطي قدرة كبيرة جدا للأوكرانيين في عملية اصطياد الروس طبعا في أي هجمات قادمة للروس، أي تقدم للروس، أي هجوم قادم مثلا من بيلاروسيا، هذه الطائرات قادرة على ضرب القدرات الهجومية الروسية المستقبلية، وأيضا في نفس الوقت من الممكن أن تدخل إلى داخل الأراضي طبعا الروسية على سبيل المثال وتضرب العمق الروسي وحتى العمق البيلاروسي، إن قررت بيلاروسيا الدخول بهذه الحرب أو انطلاق القوات الروسية على أقل تقدير من بيلاروسيا إلى كييف، وهذه تعتبر نقطة تحول كبيرة لأنها ستعتبر هذه وستأتي من ضمن قاعدة الهجوم خير وسيلة للدفاع إن ما تعرضت أوكرانيا إلى هجوم كبير. وفي نفس الوقت أيضا أوروبا نوعا ما قلقة من مسألة إدخال هذه الطائرات، لأن الروس لو أسقطوا هذه الطائرات سيقومون بعملية فحص واختبار لهذه الطائرات، ما هي الأسرار العسكرية لحلف الناتو لكي ندرسها تماما ونرى التكنولوجيا العسكرية الخاصة بهم لكي يتحضروا إلى مواجهة مستقبلية مع حلف الناتو. بالتالي هذه قد تكون الأمور هي التي تعرقل الأوروبيين من مسألة إدخال هذه الطائرات طبعا. ولكن زيلنسكي لم يتوقف، ذهب إلى بروكسل بهذا الشكل، ذهب إلى البرلمان الأوروبي، ألقى كلمة أمام البرلمان الأوروبي ومرة أخرى طالب بالطائرات وطالب بالأسلحة بعيدة المدى، عليكم أيها الأوروبيون الإسراع في إدخال أسلحتكم، نريد الطائرات الحربية منكم ونريد كذلك منكم الأسلحة البعيدة المدى. وأيضا ظهر وهو يرفع علم الاتحاد الأوروبي ويحاول أن يسرع من عملية المضي في أن تكون أوكرانيا فعلا عضوا في الاتحاد الأوروبي لكي تكون الخطوة القادمة أن يكون عضوا في حلف الناتو، وهذا طبعا تطور قد يكون خطير للغاية إن ما تمكن زيلنسكي من الوصول إليها. السؤال الأكبر هنا، لماذا زيلنسكي قام بهذه الرحلة الكبيرة وهذه الطلبات وهذه الصواريخ وبدأ يتحدث عن الطائرات والصواريخ واضح جدا البريطانية ستصل بعيدة المدى التي ستلعب أدوارا كبيرة، لماذا هو يتحرك بهذا الشكل؟ طبعا الزيارة التي بدأها من يوم أمس إلى بريطانيا وإلى أوروبا تحديدا كما ظهر اليوم أيضا في بروكسل وفي فرنسا بأن هذه الزيارة هي تأتي في ظل معلومات نشرت يوم أمس من الفورم بوليسي من أحد الأطراف القيادية مسؤول عسكري أوكراني لمجلة فورم بوليسي، قال الآتي ولاحظ ما الذي قاله: نتوقع غزوا جديدا ضخما في الأيام العشرة المقبلة، وهذه قد تكون مقنعة جدا بالنسبة لروسيا في ظل كل هذه التفاصيل. فقبل أن تأتي هذه الدبابات الغربية إن كانت أبرامز أو ليوبارد أو تشالنجر أو حتى الصواريخ الغربية، فإن روسيا الآن تريد استغلال هذا الموقف واستغلال عدم دخول هذه الأسلحة حتى هذه اللحظة وأن تقوم بهجوم كبير للغاية على الأقل على كييف، إن كان على مستوى الصواريخ، إن كان على مستوى البنى التحتية، إن كان على مستوى الطائرات المسيرة، وبأنهم يعدون أساسا من خلال معلومات نشرتها أساسا الاستخبارات الأوكرانية بأنه
بوتين يعد لي 300 أو نصف مليون جندي روسي للقيام بهجوم كبير، في ظل أن الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد اقتربنا منها. ولكن هنا الحديث بعد 9 أيام من الآن تقريبا، بما أنهم تحدثوا يوم أمس في الفورم بولسي، نحن أمام 9 أيام فقط، قد يكون الأسبوع القادم أسبوع حافل في هذه الحرب بكل تأكيد. بالتالي روسيا تريد الضغط بشكل كبير قبل وصول هذه الأسلحة على أوكرانيا من أجل طبعا الاستمرار وتحقيق مظلة من خلال هذا الضغط لعملية التقدم التي يبحثون عنها تحديدا في شرق أوكرانيا. وهنا أيضا يجب أن ننتبه إلى مسألة، إلى أن زيلينسكي أيضا هو لم يتحرك إلى أوروبا بسبب أنه يريد تفادي هذا الهجوم الذي نتحدث عنه، قد يتمكنون من التصدي له، ولكن المشكلة هو بدأ يخسر الأرض الآن. وإن كان يحقق بعض الإنجازات، هي ليست التقدم، الإنجاز الذي يحققه هو دفاع ناجح أو أنه يتراجع على الأرض. هذا هو الحال على مستوى هذه المعركة. فعلى سبيل المثال في شرق أوكرانيا، عندما نذهب إلى دانييتسك بحسب معهد دراسات الحرب، ستلاحظ كل هذه الدوائر هي نقاط اشتباكات، واللون الأصفر يوضح بأن هنالك اشتباكات على طول الخط في دانييتسك، وكلها تشهد هجمات كبيرة جدا إن كانت من سرية فاغنر أو القوات الروسية. فعلى سبيل المثال، إذا ما أخذنا المنطقة التي تأتي مقابلة لسيفرسك، وتحديدا في بيلوغاريفكا، فيها تطورات مهمة للغاية، وكذلك فولغادار التي تعتبر واحدة من النقاط الدفاعية المهمة والناجحة بالنسبة للأوكرانيين. دعونا نتجه إلى دانييتسك الآن، إلى جبهة باخموت. فهنالك بدأ هجوم كبير في 48 ساعة الماضية من لوغانسك تجاه هذه الجبهة، جبهة باخموت طبعا، وتحديدا إلى سيفرسك. فإذا ما توقفنا هنا كما تلاحظون، وحاولنا أن نفهم ما الذي يجري هنا بالنسبة لأوكرانيا، طبعا هي موجودة في سيفرسك، موجودة في بعض النقاط هنا، ولديهم بعض التحركات، وطبعا هم كانوا متواجدين في بيلوغاريفكا هنا بهذا الاتجاه الذي ترونه، وأيضا كانت متواجدة في هذه النقطة أيضا. ولكن القوات الروسية طبعا والروس في هذه الجبهة هم يسيطرون على العديد من النقاط مثل مصفى النفط الذي ترونه، وهذه النقاط كلها تابعة لهم مثل لسيتشانسك على سبيل المثال أو سيفرودونيتسك. وبالتالي على هذا الأساس بالنسبة للقوات الروسية، ما الذي تحقق في الفترة الماضية أو في الساعات الماضية؟ تقدموا طبعا القوات الروسية من هذا الاتجاه وسيطروا على محطة القطار هنا، وبعد ذلك تقدموا إلى زولوتاريفكا هنا وبدأوا يضغطون بهذا الاتجاه. وهنا هذا اللون الأبيض، هذه المنطقة التي ترونها باللون الأبيض هي عبارة عن منجم للطباشير، واحد من أكبر المناجم طبعا الموجودة هنا. والمعركة الأساسية هي تأتي في بيلوغاريفكا. القوات طبعا الروسية تمكنت من عملية التقدم ودفع القوات الأوكرانية ووصلت إلى المرتفعات المشرفة على بيلوغاريفكا. هذا ما دفع طبعا القوات الأوكرانية أن تنسحب من هذه المدينة، لأن هذه المدينة أساسا أصبحت ساقطة عسكريا، هي تحت وفي منتصف مرتفعين، وأصبحوا موجودين على المرتفعات أيضا القوات الأوكرانية. والجهة الغربية، بعض النقاط الغربية من بيلوغاريفكا يتواجدون فيها من أجل عملية أيضا التصدي لهذا الهجوم الكبير. دعونا نقترب من هذه المنطقة قليلا ونحاول أن نأخذ فكرة أفضل عن طبيعة المرتفعات وما الذي يجري في هذه النقطة تحديدا بحسب معهد دراسات الحرب. وحتى الميليتري لاند كانت قد تحدثت عن طبيعة هذا الهجوم المكثف الذي بدأ. القوات الروسية فعلا تمكنت أن تصل كما تحدثنا إلى هذه المرتفعات المطلة، بيلوغاريفكا أصبحت ساقطة عسكريا كما تحدثنا، والقوات الأوكرانية اضطرت أن تتواجد في هذه المنطقة المرتفعة، أن تنسحب بهذا الاتجاه، وأن تتواجد أيضا في جبل ميكولا بهذا الاتجاه. وبالتالي بالنسبة لهذا المنجم، منجم الطباشير، وهذه المدينة هي تحولت عبارة عن منطقة خالية من تواجد السكان أو المدنيين، وتحولت نوعا ما إلى أرض حرام، أرض حرام تماما، تتعرض إلى الضربات، نقطة اشتباك كبيرة جدا. وهنالك هدف مهم بالنسبة للقوات الروسية عندما تفكر في التقدم في هذه المنطقة. إذا ما ابتعدنا قليلا الآن لكي نفهم ما الذي تفكر وما هي الاستراتيجية للقوات الروسية تحديدا، كما يبدو من المحاور التي تهاجم منها من لوغانسك تجاه طبعا دانييتسك. القوات الروسية لديها فكرة أساسية تبحث عنها، ألا وهي هي بما أنها الآن تضغط على بيلوغاريفكا هنا بهذا الاتجاه الذي تحدثنا عنها، وأيضا هم يأتون بهجوم أيضا من كرامينا التي تأتي بهذه المنطقة. الهدف طبعا هو محاولة السيطرة على سيفرسك. هذه هي باخموت التي ترونها، التي طبعا القوات الروسية
الروسية تحاصرها وتجري هنا معركة كبيرة جدا، لديهم نقاط تقدم جيدة هنا طبعا القوات الروسية، ولديهم هجوم أيضا من اتجاه الجنوب على سيفرسك من أجل السيطرة عليها. القوات الأوكرانية لا زالت متواجدة ومسيطرة عليها. من هذا المحور هم يريدون الاندفاع بسرعة بهذا الاتجاه تجاه هذه المنطقة، وحتى التقدم من الغابات من الشرق من الشمال، وهنالك تقدم من الجنوب أساسا، وأيضا من كرامنا يريدون التقدم مباشرة إلى ليمان التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، وأن يسيطروا عليها ويفتحوا بابا على سلوفيانسك المدينة المهمة للغاية، مدينة كبيرة مدينة مهمة للغاية، وبالتالي سيفتحون بابا كبيرا على هذه المدن الكبيرة التي يعتبر سقوطها مشكلة حقيقية للغاية بالنسبة لهذه المنطقة. والآن حتى وور مونيتور الأوكرانية أكدت بأن الطرق الآن كلها أصبحت مقطعة على باخموت، هنالك طريق يمتد إلى سلوفيانسك من باخموت إلى سلوفيانسك، وكذلك هنالك طريق يمتد إلى كوستانتينيفكا، الطريق الشمالي قطع، الطريق الجنوبي أيضا قطع، والقوات الروسية فعلا تمكنت من قطع كل هذه الطرق، وصلت إلى تشازفيار هنا التي لا زالت القوات الأوكرانية تتواجد فيها، ولكن الجديد أنها قطعت هذا الطريق ألا وهو طريق الإيفور، وتقدمت على هذه المرتفعات في 24 ساعة الماضية، لاحظ التطورات الكبيرة. ولكن مدينة باخموت لا زالت الألوية الأوكرانية تدافع عنها بقوة، لكن المدينة تحولت إلى عبارة عن مدينة أشباح، عندما تلقي نظرة عليها لاحظ هذه مدينة باخموت مدمرة محطمة ليس فيها شيء تماما للحياة، بالتالي هذه واحدة من أخطر وأقوى المعارك، بغض النظر إن كنت مع التوجهات الروسية أو التوجهات الأوكرانية، حتى وإن كنت محايدا فأنت سترى وستعرف بأن هذه المعركة ستسجل في التاريخ لضراوتها وقوتها. النقطة الأخرى التي نريد الحديث عنها هنا هي منطقة ونقطة الدفاع التي تعمل عليها أوكرانيا والتي تريد الثبات بها، هي مسألة الدفاع. وبالنسبة طبعا للقوات الروسية هنا كما تلاحظون هذه هي فولغادار التي تتواجد فيها القوات الأوكرانية حتى هذه اللحظة، هنالك طريقا ممتدا بهذا الشكل من بافليفكا بهذه الطريقة، هذا هو الطريق الأخير الذي تمكنت القوات الروسية طبعا بعد سيطرتها على بافليفكا، هي تسيطر على مايكوليسكا، تقدمت بهذا الشكل قطعت هذا الطريق، عزلت المدينة تماما عن منجم الفحم المهم للغاية، منجمين للفحم هنا وكذلك محطة للقطار، وبدأوا يضغطون بشكل كبير. ولكن الجديد في هذه المسألة بأن القوات الأوكرانية بدأت عملية ضرب كل الإمدادات التي تأتي من أجل إسناد الهجوم على هذه المدينة مدينة فولغادار، وواحدة من النقاط التي بدأت تهاجمها طبعا هي تهاجم بافليفكا بشكل مستمر لإضعاف الإمدادات، وبدأت تضرب مايكوليسكا بشكل كبير وبشكل عال، وكان هنالك مقطعا لهذه المنطقة تحديدا إذا ما حاولنا أن نذهب ونلقي نظرة عليه الآن فقط لنرى ما الذي يجري وما هو هذا المقطع المصور طبعا من قبل الأوكرانيين تحديدا من طائرة مسيرة توضح عملية ضرب رتل كان يتهيأ في مايكوليسكا للهجوم على هذه المنطقة على فولغادار. دعونا نلقي نظرة على هذا المقطع تحديدا، وسنلاحظ الطائرة المسيرة الأوكرانية وهي طبعا تصور هذه النقاط التي ترونها لعملية الضرب، وكانت هنالك لقطة في البداية هي مهمة، هذه اللقطة هي اللقطة التي سنستفاد منها طبعا وسنحاول الاستفادة منها في عملية تحديد هذا الموقع، كما تحدثوا بأنها موجودة في مايكوليسكا، ولكي نرى كيف يدافع الأوكرانيين عن هذه المنطقة. وبالتالي إذا ما ألقينا نظرة سريعة على هذه المنطقة وحددنا هذا الموقع فسنلاحظ بأننا أمام مساحة مفتوحة لا بأس بها هنا طبعا، وهنا هذه منطقة مسيجة، مبنى أول مبنى ثاني، وأيضا هنا مبنى كبير كما نلاحظ، وهذا مبنى آخر أيضا صغير بهذا الاتجاه، مساحة مفتوحة أخرى يتواجد هنا فيها مبنى، وهنا مبنى آخر بعد مسافة لا بأس بها، وأيضا هنا الرتل الموجود طبعا يأتي بهذه الطرق وكان يتحرك على ما يبدو بهذا الاتجاه، وهنا مساحة مفتوحة تبدو وكأنها في شرق مايكوليسكا. إذا ما اعتمدنا على هذه العلامات ومع تذكر بأن هنالك أيضا مباني بهذا الاتجاه ومباني أخرى هنا مكثفة، دعونا نتجه للقمر الصناعية الآن
لكي نحاول أن نفهم أين تتواجد هذه هي مايكوليسكا بالاقتراب منها ولنتجه إلى الشرق. هنالك قد تكون نقاط من هنا أو نقاط من هناك، ولكن دعونا نقترب أولا من هذه المنطقة لكي ندقق، ويبدو بأن مثل هذه المساحات ستكون مفيدة. دعونا نقترب أكثر من هذه المنطقة وسنجد فعلا بأن هنالك علامات نوعا ما متشابهة تتطابق مع كل شيء. سنلاحظ هنا مساحة مفتوحة تحدثنا عنها، هذه المساحة الأولى التي تحدثنا عنها واضحة جدا، مبنى أول مبنى ثاني، طبعا المكان مسيج، وأيضا مبنى واحد كبير واضح، وأيضا هنا مباني بهذا الاتجاه مع المساحة المفتوحة، وواضح جدا بأننا مبنى أول وثاني وثالث ورابع كما كان ظاهرا في الصورة الماضية، وهذا هو الطريق والأفرع الخاصة بها، رغم أن طائرة مسيرة كانت تخفي هذا الموقع طبعا والإحداثيات الخاصة به، ولكن هذه هي المساحة المفتوحة، وواضح أن الدبابات كانت تتحرك بهذا الاتجاه. قد البعض يعتقد بأن هذه الدبابات مثلا أنها كانت تفكر في عملية الانسحاب في هذه من هذه المنطقة، ولكن يبدو بأن الدبابات والتحشيدات التي جاءت في مايكوليسكا هي كانت تهدف بالقيام بعملية التفاف من هذه المنطقة، وأن تتقدم وتساند القوات طبعا التي تهاجم هذه المنطقة، القوات الروسية تحديدا. بالتالي واضح نحن أمام خسائر في الأرض بالنسبة للأوكرانيين، مشكلة كبيرة جدا على مستوى شرق أوكرانيا، وهذه مسألة ليست سهلة أبدا بالنسبة للقوات الأوكرانية، والتحركات السياسية تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لزيلنسكي، وسنرى ما الذي سيحققه منها وكيف سيكون الهجوم الروسي.